الله هو عليه. الحمد لله وزرع فضلا ان شاء الله نتكفلوا بها في الوقت المناسب. وتوت فيت مش في الوقت المناسب دكتور، توت فيت خلاص نو زافون بيزوان ستركتور. هذا الهيكل لازم يدخل يكون اوبيراتور شحال من عام وهو مهجور. ممكن تكون معنا هذه الصريحة، هو المستشفى نتاع الأمراض العقلية سون فالي في بلدية تبسة اللي مهجور لعدة سنوات. كان عندنا طلب من وزارة الصحة لتحويل هذا المستشفى إلى مستشفى عام باش يقلص من الضغط جوستومون على عليا صالح وعلى بكريه اللي عانوا، لان تقريبا كل ولايه تصب في هذا الهياكل. وان كذلك اعطينا توجيهات صارمه للمسؤولين على مستوى قطاع الصحه لاعاده اعتبار لهذا الهيكل اللي كان مهجور، اللي ما يتطلبش الكثير، بالك خدمه تاع شهر ولا شهر ونص لإعادة الاعتبار له. ليزيكيبمون التجهيزات راهم في طور الاعتماد، كان ليزيكيبمون